بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفيديو خاص لعائلة الروم الكرام وأهلهم ونسائبهم. في البداية أحب أشكركم الشكر الجزيل على ما تبرعتم به في هذا المشروع المبارك. أنا الحين في أندونيسيا، أحب أبين لكم شنو المشروع مركز الرومي وشنو تفاصيله. طبعاً مشروع مركز الرومي مكمل لهذا المعهد القائم حاليا. مشكلة هذا المعهد انه صغير جدا، يدرسون فيه حاليا 570 طالب وطالبة، والمكان وايد ضيق عليهم، خاصة انه ما هو فقط دراسة لكن دراسة مع سكن. فحبينا ان احنا نوسع عليهم ويكون هناك معهد خاص للطالبات، ياخذون فيه راحتهم، سكن ودراسة. فلذلك وافقت عائلة الرومي على أول انشراء.